السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو نبات الزعتر، له فوائد صحية كثيرة، وهو غذاء ودواء. لا ينصح بغلي الزعتر لأن ذلك يفقده الكثير من قيمته الغذائية والزيوت الطيارة المفيدة. إذا ماذا نفعل؟ فقط نضيف ملعقة من أوراق الزعتر على الماء المغلي وتترك مغطاة لمدة 10 دقائق ثم تصفى. له فوائد كثيرة جدا، فهو يخفض الكوليسترول الضار في الجسم، يخفض الكوليسترول الضار في الدم، يوازن ضغط الدم، ويعزز صحة عضلة القلب والصمامات والأوعية الدموية، وينظم معدل ضربات القلب. هذا هو الزعتر. فقط الأوراق والزهور هي المفيدة والمهمة، عرف منذ القدم، وهو عبارة عن شجيرة معمرة ودائمة الخضرة. ساقها كثير التفرع، يصل ارتفاعه أحيانا إلى 30 سنتيمترا. ويستخدم أوراق الزعتر لإكساب الأطعمة نكهة مميزة. قلنا الجزء المستخدم كدواء هي الأوراق والأزهار، قلنا لا نقوم بغليه، وإنما نضيف ملعقة من أوراق الزعتر على الماء المغلي وتترك مغطاة لمدة 10 دقائق ثم تصفى. له الكثير من الفوائد، فهو مفيد جدا للجهاز المناعي، ويحتوي على زيوت أساسية مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات، وهو أيضا غسولا للفم وإيجابي على نشاط الخلايا العصبية، وفعال لمن يعاني حب الشباب و سرطانات، أيضا مفيد للسرطان، مفيد لنزلات البرد، يعالج الزهايمر، مدر للبول، مفيد للوزتين، لكن يجب أن تتجنبه المرأة الحامل. ولا ننسى أنه يبطئ تخثر الدم بالنسبة لبعض الناس، ولذلك يجب عدم تناول الزعتر قبل إجراء العمليات الجراحية. هذا هو الزعتر، عرف منذ القدم، عرفه المصريون، عرفه الإغريق، عرفه الرومان، استعملوه منذ القدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.